الله، ده بيقولوا هنا ان في مركز عربيات فتح جديد. اما اروح بقى، ده انا نفسي اشتري عربية قوي. ايوه هروح بقى اشتري العربية واوريها لكم على طول. الله، حلو قوي المركز ده. مفيش حد هنا ولا ايه؟ يا ابو سيمبا، عامل ايه؟ نورتنا في المركز الجديد بتاعنا. والله المركز بتاعكو حلو قوي، وانا كان نفسي اشتري عربية سبورت كده. ممكن تفرجني على العربيات اللي عندك والعروض؟ طبعا طبعا يا ابو سيمبا، ده احنا عندنا عربيات تحفه. تعالى بقى اما افرجك على العربيات اللي عندنا، هتعجبك قوي. اتفضل يا ابو سيمبا، العربيات اهي قدامك، اختار اللي يعجبك وقول لنا ايه اللي يعجبك. في عندك العربيه السوداء دي، سبور خالص وكل الناس بتشكر فيها. بجد والله، هي فين العربية السوداء دي؟ اللي واقفة دي، حلوة قوي، والبامبا دي كمان حلوة قوي. ممكن تقولي أسعارهم ايه عشان أختار ما بين؟ شوف بس اللي انت عايزه واحنا تحت امرك. ربنا يخليك يا أستاذ بتوت، كلك واجب. أنا هروح أشوف العربية السوداء دي ايه أخبارها. اخبارها كويسه جدا يا ابو سيمبا، جربها بس الاول وقول لي ماشي، بس قولي سعرها كام الأول عشان أعرف أخدها ولا لأ. سعرها رخيص، بخشرمية الف جنيه بس. بخشرمية ألف جنيه بس يا بتوت؟ طيب أروح أجربها. الله، دي حلوة فعلا جدا، مش خسارة الخشرمية ألف جنيه عليها. يا رب تكون عجبتك يا استاذ سيمبا، ولو عجبتك اتفضل معايا في الحسابات تدفع الخشرمية الف جنيه عند استاذ كلو. فعلا العربية عجبتني أوي يا أستاذ بتوت، حلوة خالص خالص. خلاص أنا هشتريها. ممكن توجهني بقى لمكان الحسابات؟ وليك طبعا الحلاوة بتاعتك ما تنساش. مبروك العربية عليك يا استاذ ابو سيمبا، بجد انا مبسوط ان انت هتشتريها. اتفضل معايا على الحسابات. اهلا اهلا يا استاذ سيمبا، نورتنا في المعرض بتاعنا. اهلا بيك يا استاذ قلوب، عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله، يا رب تكون العربية عجبتك يا استاذ سيمبا. هي فعلا عجبتني جدا جدا، بس عرفت ان هي غالية شوية. ب500 ألف جنيه، مش 500 ألف جنيه كتير شوية؟ ما تنزلهم لي 400 ألف. والله ما ينفع يا استاذ ابو سيمبا، ده اخر سعر عندنا، هتاخدها ولا لا؟ ايوه هاخدها طبعا، دي عجباني جدا جدا هاخدها. طب خلاص، ممكن بقى ال 500 الف جنيه بتوعنا علشان خاطر اكتب لك العقد بتاعك. ممكن الخش. ايوه شكرا 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 يا استاذ ابو سيمبا، بجد العربيه هتعجبك، والف الف الف مبروك، انا فرحان قوي. وتفضل يا استاذ قلوب البقشيش، وادي البطاقه بتاعتي كمان علشان خاطر تكتب لي العقد بتاعي. البطاقه اهيت، ممكن بقى تكتب لي العقد بتاعي لو سمحت عشان امشي؟ حاضر حاضر يا استاذ ابو سيمبا، العقد ثانيه واحده هيكون جاهز، ونورتنا وشرفتنا، وان شاء الله تيجي تاخد عربيه بقى لام سيمبا وسيمبا. طبعا طبعا هجيبهم ياخدوا العربيه من هنا، ده المركز بتاعكو حلو قوي قوي. مع السلامه بقى عشان العربيه بتاعتي. مع السلامه مع السلامه يا ابو سيمبا. اما حته عربيه اللي خدها دي تحفه، تعالوا نروح نتفرج عليها كلنا مع بعضينا. يا سلام، اما حته عربيه حلوه قوي دي، عليها كمان صوره باتمان. انا اروح بقى اتفسح بيها واوريها لاصحابي، دي حته عربيه جميله جميله. ايه رايكم يا اصحابي في العربيه؟ تعالوا كده نجرب الكلاكس بتاعنا. الله الله، العربيه بتاعتي حلوه يا اصحابي، العربيه بتاعتي. تعالوا بقى اوريكم بقى هنروح بيها فين، هنتفسح وهنخرج، وممكن كمان نروح بيها الملاهي. يلا بينا. هي الدنيا زحمه كده ليه النهارده؟ وعماله اخد مخالفات كتير للناس. ايوه اتش عدل، ايوه يا بتاع العجله مد شويه يلا عشان العربيات العربيه تخبطك. ايوه مين ده؟ ابو سيمبا؟ ايوه تعالى تعالى هنا، تعالى ارجع تاني. ايوه اقف هنا، ايه الموبايل اللي انت حاطه في ودانك ده؟ انت هتاخد كده مخالفه. مخالفه ليه بس يا سياده الضابط ارنوبه؟ انا عملت ايه لكل ده؟ هو انت مش عارف ان ممنوع تمشي وانت ماسك الموبايل وبتتكلم فيه؟ وبعدين فين حزام الامان؟ العربيه جديده وكل حاجه، وادي مخالفه ايه؟ على سياده الضابط ارنوبه، والمخالفه دي هتروح لقسم الشرطه حالا. اللي انت بتعمله ده غلط يا استاذ ابو سامي. لا لا، خدي المخالفه اهيت، انا مش عايز اروح القسم، ارجوك سيبيني، انا عايز امشي وافرح بالعربيه بتاعتي شويه. هاتي المخالفه وانت خدتي الفلوس، انا مش عايز اروح القسم. مع السلامه يا ست. ما تركز بقى يا عم فنوس في الشغل بتاعنا، انت على طول ماسك الموبايل كده. احنا لحد دلوقتي ما بعناش ولا فانوس يا عم فنوس، ركز معايا. يا ابني سيبني يا ابني العب الجيم ده، خلاص خليني اسلس يومي بقى، سيبني العب باللعبه دي. بص بص انا لعبت ازاي وكسبت ازاي. طب بص ركز في الزبون ده اهو، قوم شوف عايز ايه، ده الاستاذ سيمبا. سلموا عليكم. الله، حلوة قوي الفوانيس دي يا استاذ فوانيس، بس بجد تحفه، كل سنه وانت طيبين. انا جاي اشتري فانوس للواد سيمبا، بكام الفانوس الاحمر ده يا استاذ فنانيس؟ الفانوس الاحمر؟ الفانوس الاحمر ده حلو قوي 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 يا استاذ سيمبا، يا ابو سيمبا، وان شاء الله هيعجب سيمبا الصغنون. اتفضل الفانوس اهو، يا رب يعجب سيمبا وقول لنا ايه رايه فيه. يلا يا رب ينبسط، وكل سنه وانت طيب. رمضان جانا وفرحنا بعد غيابه، أهلا رمضان رمضان جانا، أهلا رمضان. يا سلام، هو ده المركز اللي بابا جاب منه العربية. أما أخش بقى أشتري العربية أنا كمان، إشمعنى بابي، وأجيبها أحلى عربية في الدنيا كلها. يلا بينا أشتري عربيتي. يا سلام. الله،
حلوة قوي العربية الصفرة دي ولا الفضة دي؟ لا لا دي أحلى، دي أحلى. إيه يا جماعة، فين اللي واقف هنا؟ أنا عايز أشتري عربية بسرعة، مين هيفرجني على العربيات اللي هنا بقى؟ لا ما اطلع نط عليها كده كام نطة كده أشوفها جامدة ولا لأ. لا لا دي متينة، دي متينة جامدة جدا. اهلا 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 يا سيمبا، عامل ايه؟ ايه رايك في المركز بتاعنا؟ يا رب يكون عجبك، احنا فتحنا جنب البيت عندكم. هي في حاجه عجبتك نشتريها لك؟ ايوه في حاجات كتير قوي عجبتني، ممكن بس نروح الحسابات؟ انا خلاص اخترت العربيه اللي هي عجنانه نفسي فيها ونفسي اركبها، ممكن نروح الحسابات بقى عشان ندفع الفلوس بتاعتها؟ ايوه طبعا، اتفضل معايا يا استاذ سيمبا، اتفضل نورتنا. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. الله على روايح رمضان الجميله، الله حلو قوي الفوانيس دي، وشارع المعز ده جميل قوي. فينك يا واد يا سيمبا؟ كنت جبت لك فانوس كان نفسك فيه. امال فين ابو سيمبا؟ ده صحيح، قال لي ان هو رايح يجيب فانوس للواد سيمبا. يلا كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. انا اروح بقى اخد الفانوس الاخضر ده، عاجبني قوي هشتريه. اقف مكانك يا سيمبا، اقف مكانك، انت لسه طفل صغير، ما ينفعش تسوق عربيه وانت لسه طفل صغير، بقولك اقف لان هرفع المسدس عليك. حاضر حاضر، انا وقفت اهوت يا استاذ عرنوبه. حاضر يا حاضر حاضر والله، بس اوعي تقولي لبابا من فضلك. مش هقول لباباك، بس ارجع بالعربيه لورا، ارجع ورا. ايوه اتفضل، اركن على جنب كده، تعالى معايا بقى، اقف كده عشان نشوف الموضوع ده وازاي جبت العربيه دي هنا. ايه ده يا ابو سامبا، اطفي السرينه دي، ممنوع السرينه دي عشان الازعاج. هو انت وابنك عاملين مخالفه؟ انا اسف، هو سيمبا واقف كده ليه؟ ايه العربيه دي يا سيمبا؟ انا قلت لك روح اشتري عربيه. انا اسف يا بابا، والله ما كانش قصدي، انا جبت عربيه صغننه زي ما انت وماما جبت عربيه، كان نفسي اشتريها بس وانا كنت ماشي واحد قرب وقفتني. ابنك يا استاذ سيمبا ماشي تحت السن القانوني، وده غلط جدا، يتحاكم عليه. ادي ام سيمبا جت هي كمان اهي، كنت فين يا هاني؟ شايفه ابنك جايب عربيه وبيلف بيها. معلش يا ابو سيمبا، وكل سنه وانت طيبه يا عرنوبه، سامحيه بقى المره دي، ده انا حتى جبت لك فانوس رمضان. ايه ده بجد، جايبه لي فانوس رمضان؟ كل سنه وانتم طيبين. الله حلو قوي الفانوس الاحمر ده، والاخضر ده كمان لمين؟ لسيمبا. الله حلو قوي الفانوس الاحمر يا بابا، حلو يا ماما، شكرا. يلا بقى الهم كلنا، رمضان جانا، رمضان جانا وفرحنا يا رب البيتزا تعجبكو. باي باي يا لولو، باي لاي يا بتوت، وهتوحشوني قوي. يا رب البيتزا تعجبكو. باي باي يا خنزيره، باي باي، هتعجبنا اكيد اكيد. يلا يا بتوت بقى هات البيتزا عشان انا جعانه قوي، زهقت من لعبه الصباره دي. بك بك، حاضر حاضر، جاي اهو. وقعت والبيتزا وقعت مني. انا اسف انا اسف. سبايدر مان اللي هيحقق لك الامنيات. سبايدر مان؟ انا مش مصدقه عليا، انا بحبك قوي، وكمان البيت السحريه بتاعتك، انا مش مصدقه عليا، انا مبسوطه قوي يا سبايدر مان. وانا كمان مبسوط اني شفتك يا لولو، انا جبت لك البيت السحريه عشان تحقق لك امنياتك. انا عارف ان نفسك في فستان، وكمان نفسك في البيتزا اللي وقعت. يلا شنج هنج بنج، شنج هنج بنج، ايه رايك يا لولو؟ الله حلو قوي الفستان ده يا سبايدر مان، انا مش مصدقه عليا، شكرا ليك بجد شكرا، انا مبسوطه قوي. ايه رايكم يا اصحابي في الفستان بتاعي؟ حلو؟ قولوا حلو عشان انبسط انا سامعاكم. بس كده يا لولو، انا عينيا ليكي، وكمان غمضي عينيكي، واحلى احلى بيتزا. اتفضلي البيتزا اللي بتحبيها يا لولو. احلى بيتزا شفتها عينيا، ايه ده كمان؟ الله انت بتعملي العرض اللي انا بحبه بجد يا سبايدر مان، انت فتى احلامي. حلوه قوي البيتزا، باكل بيتزا وبشوف عرض سبايدر مان. سقفوني يا اصحابي، ايوه سقفوني، طلع يا سبايدر مان صحابنا اللي بيتفرجوا علينا بيسقفولك. شكرا شكرا يا اصحابي، يا رب يكون العرض بسطكم. باي باي يا لولو، باي باي يا اصحابي، ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك تحت الفيديو عشان نشوفكم تاني كتير. باي يا سبايدر مان، هتوحشني، باي باي. ايه الغزاله رايقه؟ ايوه، والناس الحلوه سايقه. ايوه، يا سيدي يا جمال وماله، ده اختي العالي ما تقربني حبه. لا يا استاذ يا حبه، ايه ده خرب كبير، اوي 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 اوي، ده خرب
انا سبايدر مان. ايوه انا سبايدر مان. يا حبيبي لا تقلق، ما تقلقش يا سيمبا، انا حاليا في المشكلة دي شايف البيضة الكبيرة اللي معايا دي ممكن تخلي لك حمام سباحة احلى وكمان شينج بول لمونج. مفيش مشكلة يا سيمبا، ده المفروض اللي انا عامله، وبعد ما تكبر لازم تعمل كده زيي علشان الناس تحبك زي كده وانت بتحبني، كل الناس هتحبك. يلا مع السلامة بقى يا سيمبا يا سموكة. يلا مع السلامة. بقولك ايه، انا قاعد عندك بطيخ والنبي عاوز اكل بطيخ. تاكل بطيخ ايه بس؟ شكرا يا سبايدر. الشكر على واجب يا توم. مع السلامه بقى عشان اروح اسعد ناس تانيه. باي باي. مع السلامه. يلا بينا بقى علشان نلعب. بص يا روتا، لو حد جاب حاجه جديده اوعى تضيع منه. مش ايه ده ايه ده؟ هلا هلا هلا، ده سبايدر الجديد ده ولا ايه؟ ايه رايكم بقى؟ سبايدر مان قابلني واداني اللبس الجميل قوي ده، اصل كنت زعلان. كنت زعلان بقى من ايه يا دودو؟ مفيش، كنت بحلم ان انا يكون عندي لبس سبايدر مان قريب. راح سبايدر مان جه لي على طول واداني اللبس ده وانا فرحان قوي. الله، ده انا نفسي فيها قوي. ازاي بعملها يا دودو؟ انا نفسي فيها قوي يا دودو. علشان انا عاوزه كده بحاجه صغنططه قوي قد الفسفور. طيب حاضر، هنجيبهولك دلوقتي سبايدر مان علشان تاخده. مش عارف تعمل له لحظه كده، معلش، هو مين اللي كان بيتكلم؟ اصل صوتكم زي بعض. مين اللي كان بيتكلم، يا حموره ولا يا فلافيلو؟ انا جلاله الملك، انا حمور، انا اللي كنت بتكلم يا جلاله الملك. طب يلا بسرعه هجيبولي سبايدر مان دلوقتي. تك تك تك، مين على الباب؟ ايه ده انت بتقول له؟ ايوه خليكوا كده على طول. تعالى بس يا سبايدر. طيب مش اهدى. ادعو جبناها جلاله الملك وعلى فلافيل. خلاص عرفت مين اللي كان بيتكلم، روحوا بقى عشان اكلم سبايدر مان. طيب حاضر ماشي.
تعالى يا سبايدر مان، تعالى ما تخافش، انا بس عاوز اكلمك بحاجه صغيره خالص قد النمله كده اهو. بص انا فرحان قوي علشان انت بتسعد كل الناس اللي في الغابه، وانا مبسوط قوي، وانا عاوز اديك هديه كبيره قوي. لا لا انا مش بهم الهديات، معلش يا جلاله الملك، انا بس هدي نص وخلاص. ايه يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم خلاص قرب اهوت، مين بقى هيفطر ومين هيصوم؟ ما تبطل بقى تدي تيت يا خروف، انت الريحه طالعه في مناخيري خلاص مش قادر. كل سنه وانت طيبه يا بقره هانم، ربنا يعود عليكي يا رب الايام بخير ان شاء الله. الحدوته الجايه بقى هنعملها عن ايه؟ هنعملها عن فوانيس رمضان. يا جماعه سيبكم من الحدوته اللي جايه والحدوته اللي راحه، احنا في مشكله كبيره دلوقتي. انا سمعت ان الدكتور كلب جاي يدينا التطعيم، تطعيم الا قبل رمضان، ده الواحد خايف ومرعوب. تطعيم؟ مين اللي قال ان في تطعيم؟ ما كفايه بقى تطعيمات، انا المره اللي فاتت خدت تطعيم سخنت قوي وكنت تعبان ومش قادر. يا جماعه التطعيم ده مهم جدا، لازم ناخده، وكمان لازم ناخده قبل رمضان علشان نقدر نصوم ونبقى اقوياء ومفيش اي فيروس يجيلنا ان شاء الله. ما تخافوش، هي حقنه بسيطه قوي وهتبقوا كويسين. ايه يا استاذ قرود، انت باصص في الكتاب؟ خلي بالك انت هتاخد الحقنه، يعني هتاخد الحقنه. لا يا عم انا مش هاخد حاجه، انا بذاكر، انا ماليش دعوه، انا مش هاخد حقنه، انا بخاف اصلا من الحقن، يا رب حد يجي يقرب مني انا موته. ايه الاخبار يا استاذه ديده، مليت الحقنه علشان نازلين النهارده الغابه علشان ندي الحيوانات التطعيمات قبل رمضان؟ مليت الحقنه على اخرها، احنا عندنا يوم طويل قوي، عايزك تشد حيلك كده وتبقي شديده معايا. ايوه يا استاذ كلب، مليت الحقنه وكل حاجه تمام، ما تخافش، بس انا بس قلقانه من الحيوانات دول لا يهجموا علينا ولا حاجه. حد يهاجم عليك ازاي يعني وانا موجود معاكي؟ ما تخافيش، ده الحيوانات هناك جميله جدا وكلهم عارفيني، انا بس اللي طلعت كده وطلعت دكتور وهم كلهم عارفيني، ما تقلقيش ما تقلقيش. انا مش قلقانه والله يا دكتور، طول ما انا معاك انا مش قلقانه، حضرتك راجل محترم، وما تنساش يا دكتور تلبس الماسك بتاعك علشان خاطر الفيروسات المنتشره. يا اهل الغابه يا اهل الغابه اسمعوني هنا، انت يا استاذ سيمبا اللي بتلعب هناك اسمع هنا، والحاضر يعلم الغايب، دكتور كلب والممرضه هيعدي عليكم بيت بيت عشان الكل هياخد التطعيم النهارده قبل رمضان، والحاضر يعلم الغايب. ما انا قلت لكم من الاول ومحدش صدقني ان في تطعيمات، كلكم قلتوا قبل رمضان قبل رمضان، اه استاذ كلب جاي يديكوا حقنه كلكم، وانت يا قرود يا العيوطه يلا هتاخد الحقنه الكبيره، خلي بالك يا حبيبي، يا اللي كنت بتقول مش هاخد الحقنه هتاخدها غصب عنك، وانا راح اقول لمامتك اهوت لازم تاخدها يا قرود. هو مين قالك يا بقره يا فتانه؟ اه يا فتانه اللي راح تقول لماما انا مش هاخد الحقنه، وانا هقول لماما ان انا مش هاخد الحقنه، انا بقرا وبذاكر وشطوره. العيوطة اهو، العيوطة اهو، العيوطة اللي بيخاف من الحقنة اهوت، يلا يا قرود هتاخد الحقنة الكبيرة. اصحى يا قرود وما تعملش نفسك نايم، انت سمعت ان دكتور كلب خبط على الباب وداخل دلوقتي، اتفضل يا دكتور كلب. ايوه يا دكتور، هو كده قرود اللي عليه الدور، بعد كده هنروح على بيت فلافيلو، بعد كده خلاص هنروح بقى لبتوع الغابة لاستاذ سيمبا وابنه، وهنكون كده خلصنا ان شاء الله. اهلا اهلا، ازيك يا قرود، عامل ايه؟ قوم يا حبيبي من النوم عشان تاخد حقنه التطعيم، شقه صغننه خالص 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 هتاخدها وخلاص هتنام. يلا يا حبيبي عشان اديك موزه تانية، انت هتعمل نفسك بتاكل ولا ايه؟ بقولك ايه يا دكتور كلب، انا مش هاخد حقن خلاص، بقولك ايه يا ماما انا مش هاخد حقنه خلاص، انا مش عايز حقن لو سمحت، انا مش عايز. بالراحه بالراحه يا دكتور، كده كده اديتوني الحقنه برضو. خلاص 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 خدناها، خلاص يا روح قلبي ماما، خلاص كنت بقى لازم تعيط وتلم علينا الدنيا كده، هي حقنه بسيطه خالص وخدناها. يلا يا قرود خليك شطور وراجل كده، عايزين حاجه لازم يا مدام ياكل كويس ويتغطى كويس علشان ممكن يسخن، ولو سخن اديله البوسه صغيره وهيبقى كويس. مع السلامه. بابا لو سمحت انا مش عايز اخد التطعيم عشان خايف. ما تخافش يا سيمبا، خليك راجل زي بابا، انت ملك الغابه. اتفضل يا دكتور، اتفضل يا دكتور، اتفضل يا دكتوره، تعالوا يلا عشان تدوا التطعيم لسيبنا ابني. اوعى تعيط يا سيمبا وتكسفني قدام الدكاتره، انت ملك الغابه، انت الشهم الهمام. اهلا اهلا يا ملك الغابه، اهلا يا ملك نفاسه، اهلا يا سيمبا، هي حقنه صغننه خالص خالص مش هتحس بيها يا حبيبي، يلا اديني راسك او اديني دراعك. بالراحه، اي اي اي
مش قادر. بالراحة يا دكتور. ايدك بتوجع. لا لا، ده انت طلعت شاطر اشطر من قرود اللي فضل يعيط. انت فعلا هتبقى ملك الغابة مقام بابا، ربنا يديله طولة العمر. شكرا يا ملك سيمبا على الاستقبال الحلو ده. يلا مع السلامة عشان رايحين لفلافيلو. بابا الحقني يا بابا، بطني وجعاني قوي مش قادر. انا تعبان، انا عايز انام يا بابا، انا داخل انام. اقف هنا يا ولد يا فلافيلو، ما تخشش اوضتك. هو انت عشان عارف ان دكتور كلب جاي يديك التطعيم هتعمل نفسك بطنك وجعاك؟ هتاخد التطعيم يعني، هتاخد التطعيم. لا يا بابا والنبي، مش عايز اخد التطعيم، انا خايف. ده سيمبا وقرود خدوه، بيقولوا ده بيوجع قوي وبيقولوا ان هم سخنين. انت عايزنا نموت صح؟ انت عايزنا نموت. لا يا حبيبي، انا مش عايزك تموت، انا عايزك تاخد التطعيم عشان تعيش وتبقى كويس. رمضان دخل علينا وقالوا لازم ياخدوا التطعيم الاطفال والكبار، وانا خدته اهو. الباب بيخبط اهو، روح افتح يا حبيبي. يلا. اهلا اهلا يا فلافيلو. اهلا يا ابو فلافيلو. هم دول كده اللي عليهم الدور يا ميس، ولا في حاجه تاني؟ دول اخر ناس، عشان انا كده تعبت، الاطفال تعبوني قوي قوي قوي. ايوه يا دكتور كلب، فلافيلو اخر دور وبابا خد التطعيم خلاص. وخلاص فلافيلو هيبقى شاطر وهياخد الحونة وهو ساكت ومش هيعيط. صح يا فلافيلو يا حبيب طنط انت يا أمور. انا مش حبيب حد، وانا مش عايز اخد الحونة، وبعدين انا بطني وجعاني، ما ينفعش اخد تطعيم وانا بطني وجعاني. صح يا دكتور كلب ولا ايه؟ عندك حق يا فلافيلو، بس ده في حالة ان انت ما بتمثلش. يلا اديني زلمتك عشان تطعيمك هتاخده في زلمتك. لا لا من فضلك يا دكتور. لا بالراحة يا دكتور، حرام عليك. يا زلمتي انا. مش قادر، حرام عليك. وكفاية كفاية، شيل الحونة شيل الحونة، مش قادر. شفت يا بابا عملوا فيا ايه يا بابا؟ خلاص خلاص يا فلافيلو، انت خدتها اهو. تسلم ايدك يا دكتور كلب، والله الواحد مش عارف يقولك ايه. انت فيك خير، ربنا واحد اللي يعلم انا بحبك قد ايه يا دكتور كلب. مفيش شكر على واجب يا ابو فلافيلو، انتوا اهلي وعيلتي، الناس اللي بحبها، والغابة دي هفضل ممتن لها طول حياتي. يلا يا ميس بقى علشان انا كده تعبت، يلا عشان اروح ومش قادر. باي باي يا فلافيلو. ياه يا ميس، ده الواحد تعب اوي النهاردة، كان يوم مرهق ومش قادر. الحقنة بتاعت الاطفال دي بتتعب اكتر من الكبار، والكبار بديهم الحقنة وبيمشي على طول، لكن الاطفال لازم ننادي ونسكت. بجد كان يوم مرهق اوي. يلا بقى عشان نلحق نروح. عندك حق يا دكتور، بس بجد انا انبسطت جدا فعلا. الغابة بتاعت حضرتك جميلة قوي قوي قوي، وان شاء الله هاجي ازورها تاني. بس بجد فلافيلو والقرود وسيمبا كلهم كلهم حلوين وطيبين قوي. ايوه مش انا قلتلك كلهم طيبين؟ دول عيلتي اللي بحبها. وانتوا ما تنسوش يا اصحابي تاخدوا التطعيم بتاعكم، وما تنسوش تلبسوا الكمامة زي ما انا لابسها. وحوي يا وحوي ايوه، وكمان وحوي ايوه، وحوي يا وحوي ايوه، وكمان وحوي ايوه. يا عمر زالة، انا بقول لكم انا بحب رمضان قوي. طب على اساس كده انت صايم يغزلون؟ انت صايم ولا لا؟ قول لي دلوقتي، علشان لو انت صايم تكون شطور كده كده اهو. لا بصراحة انا مش صايم، علشان انا مش بحب اصوم، وكمان بعدش قوي وبجوع. ايه ده، هو انت فاطر؟ يلا يا سيمبا نمشي من هنا عشان هو فاضل. هو ماشي، انت بتعملي لي كده، انا خلي كل الناس يكونوا زيي. ايه ده، انت هتقوطة تكوني زيي، وانت عصفور تكوني زيي، ايه رأيك نكون فاطرين؟ بصراحة الفكرة دي جميلة قوي، يلا بينا نقول كل الناس اللي هم يكونوا فاطرين، علشان هم الصايمين بيكونوا زعلانين مننا. وانت يا عصفور عاوز تكون معانا ولا لا؟ اكيد يعني عاوز تكون معانا صح؟ صح؟ لا لا طبعا، انا صايم الحمد لله، ربنا كده بيحبني. انا ماشي من هنا علشان انتوا ممكن تاكلوا قدامي واكون جعان واكل. امشي امشي، انت عامل زي الخروف وسيمبا. يلا انت انا وانت يا قطقوطة نمشي من هنا ونقول لكل الناس اللي هم يكونوا فاطرين. يلا بينا يا غزلو. ايه رايك يا دبدوب تكون فاطر معايا؟ ماشي ماشي انا معاكم، يلا بينا. تكون فاطر معايا؟ ايوه ايوه، اصل انا جعان. ماشي ماشي يلا بينا بقى. ايه ده، ده سيمبا جاي. خب خب الاكل بسرعه، لما هيلاقينا احنا بنا. اهلا اهلا يا اصحابي. ايه ده،
هو انا كنت شايفكم بتعملوا حاجه، كنت بتعملوا ايه يا سو؟ مفيش، احنا كنا بنتكلم بس على حياتي، هنلعب ايه؟ انت جيت. طب حلو الفكره قوي، يلا بينا بقى نلعب عشان انا زهقان اصلا. حلو الفكره قوي، بس اعرفكم على بعض. بصوا ده سيمبا، ويا سيمبا دي هورس. اصلا انا عارفهم، ما مفيش مشكله لان احنا نتعرف على بعض. اصلا انا عارفهم من زمان قوي، كانوا اصحابي زمان يعني، بس سابوني عشان هم كانوا سافرين. صدفة حلوة بصراحة، جميلة قوي. احنا كنا بنقول ايه؟ معلش يا سين بقولي، كنا بنقول يا غزورة اللي احنا هنلعب. يلا بينا بقى. ايوه يلا بينا نلعب علشان انا زهقان. انا جبت لعبة حلوة قوي، هنلعب حلوين. ام نم 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 ام نم 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 نم، طب حلو قوي. ام نم 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 نم، ايه ده؟ دي ماما جايه، اخبي الاكل بسرعه. انا جيت يا حبيبي، انت كنت بتعمل ايه؟ اكيد كنت بتلعب صح؟ قول لي بقى، احكي لي انت كنت بتلعب باصحابك ازاي. مفيش يا ماما، كان يوم حلو قوي بصراحه. احنا كنا بنلعب خلاويص، ورحنا عند الجنينه لقينا ورد كتير قوي قوي. كنا بنقطف عشان نديها لبابايا. بس انا بعرف. مفيش مشكله يا حبيبي، انا مبسوط علشان انت بس صايم. ماشي يا حبيبي، يلا اطلع بره بقى علشان عاوز اروق الاوضه دي، عشان شكلها بزبله خالص، ونازل نروق واحنا في رمضان عشان تكون شكلها حلو. لا يا ماما، انا عاوز الاوضه تكون كده، انا بحبها كده يا ماما في رمضان، انا بحبها كده. الايام الجايه هيبقى برويها، اصل اكيد هتتعب يعني. انا كنت بلعب هتروقي، هلعب تاني هتروقي فهتتعبي. لا يا حبيبي، انا مش بتعب خالص في يوم رمضان، اصل انا بحب رمضان قوي قوي علشان انا بصوم باخد حسنات كتير 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 كتير. فانت روح اطلع صح، انت مصليتش، اطلع بره صلي علشان ربنا يحبك، وانت اكيد صايم وربنا يحبك اكتر واكتر. اطلع بره بقى لما هتتعب. انا خايف تكشف سري. حتى يا ماما انا هطلع بره اهو، حاضر. انا مش عارفه ليه كل يوم في رمضان بيقول لي يا بابا انا مش عاوز الاوضه دي، مش عاوزه تروق. ماشي انا اروح. ايه ده في اكل، ده كان بياكل. ماشي انا هطلع بره علشان اوريه هو ازاي بيفتح. انا هجري بسرعه بره، اكيد كسرت السر بتاعي. يا نار يا صارخ، يا نار يا صارخ. ايه ده، هو هرب. ماشي يا دريسورس، ماشي. انا المره دي هسيبك بس علشان ربنا هو اللي قال لي كده، سيبيه واديله فرصه تانية علشان في حلمي ربنا قال لي كده. ماشي يا دريسورس. بعد كده هضربك، بعد كده هضربك علشان انت ما صمتش ليه كده. انا تعبت قوي بصراحه، انا تعبت من الولد ده. انا اروح اروق واحط له كاميرات علشان هو بياكل، اشوف الكاميرات وادخل عليه واقول له ان انت كنت بتاكل وهضربه. ماشي انا اروح احط الكاميرات وبعد كده هروق بقى. ماشي. ايوه عارفين، بس احنا كنا جعانين قوي في رمضان، وانا اصلا مش بحب رمضان. ايه ده انتوا بتقولوا ايه؟ يعني انتوا عارفين الغلط وبتعملوه؟ مش كده غلط؟ مش كده يا حبيبي غلط؟ ايوه عارفين اللي ده غلط، بس ارجوك ما تقوليش لبابتنا، ارجوكي والنبي ما تقولهاش عشان هي هتضربني جامد قوي. يعني انتوا خايفين من مامتكم مش خايفين من ربنا؟ ربنا عارفين ربنا ده؟ ربنا خلقنا في كوكب غامض جميل علشان احنا نعيش فيه ويختبرنا هو احنا شاطرين ولا لا، واحنا وحشين ولا لا، علشان هنا في جنة ونار. فانتوا هتدخلوا النار عشان انتوا بتاكلوا كتير. مع السلامة. اكيد هتقولي لمامتنا، انا زعلانة اوي، مش بحبك يا سوبر ميدو خالص. اصلي سوبر ميدو فتانة. هي هتقول لمامتنا عندك حياة قوطة. وعلى فكرة احنا غلطانين اوي علشان احنا بس معلش كلام ربنا، احنا لازم نعتذر لمامتنا علشان مامتنا تحبنا وربنا يحبنا، واحنا عملنا غلط كبير قوي. ماشي يلا بينا بقى نقول لمامتنا لو انتم موافقين. اكيد في ناس هيوافقوا في ناس لا. انا على فكرة انا هوافق علشان اقول لمامتي،
اصل مامتي كده بتزعل مني قوي، واروح اعتذر لها واقول لها يا ماما انا اسف علشان انا اكلت. بصراحه يا دنيا سورس عندك حق، يلا بينا بقى علشان مامتي هتزعل مني قوي. بس اهم حاجه اللي احنا نكون جاهزين، انا جاهز وانتوا كلكم جاهزين، يلا بينا بقى. يا ماما انا اسف قوي علشان انا اكلت من وراكي، سامحيني يا ماما. ويا ريتني يا ماما ما تضربنيش علشان انا بضرب جامد، وبتضربيني جامد بتخربشني قوي يا ماما بتوجعني. وكمان يا ماما انا مش عاوزك تكوني زعلانه مني انت وربنا ارجوك ما تزعلي. مفيش مشكله يا حبيبي علشان انت قلت الحقيقه، ولازم اللي احنا اكافئك علشان انت قلت الحقيقه، مخبتش عليا ولا خبيت على ربنا. واكيد عارفه المكافاه ايه، انا هوديك الملاهي علشان انت قلت الحقيقه، واكيد انت بتحبيها قوي. ماشي يا حبيبتي، بس بعد كده اوعي تعملي كده تاني، لاما هزعل منك قوي وزعل كبير، وربنا هيزعل منك جدا. ماما مش زعلانة مني، احلى ام في الدنيا، واكيد ربنا يزعل مني. وبس يا صحابي متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان تكونوا معانا، ويلا سلام. بس اول حاجة تكونوا صايبين علشان ربنا يحبكم ويعمل لكم حاجات جميلة قوي قوي. يلا سلام.